التحكم، التحكم أولاً ويعني أهم شيء هو الالتزام بالعلاج مع الطبيب. أيوه. طيب، وفي بعض الناس للأسف يعني ممكن يروح زيارة للدكتور والدكتور يجرب علاج وما مشي، خلاص يفقد الأمل في الطب كله. أيوه. بينما لو في دواء واحد ينفع لكل أنواع الصرع، ما كان في أكثر من 24 أو 25 دواء للصرع. أيوه. طيب، فكل شخص يعني ما في مشكلة لو أول علاج ما نفع. أرجع، مو معنى أن الدكتور سيء، معنى أنه هذا العلاج فقط ما ناسبك. فأرجع لنفس الطبيب أو شوف طبيب ثاني، بس أهم شيء أنه لا تفقد الأمل، لأنه في الأخير نقدر بإذن الله هدفنا أن نوصل أنه يكون عدد النوبات صفر. طيب، فالالتزام بالعلاج هذا شيء أساسي. بعد كده عالميا الشيء اللي يجمع كل أنواع الصرع أنه كلها تقريبا تتأثر بقلة النوم والجهد العالي. أيوة. يعني واحد مثلا يواصل 24 ساعة وفي نفس الوقت يكون باذل مجهود مرة كبير، مثلا طالب جالس يذاكر للاختبارات. أيوة. مو قاعد ياخذ كفاية للنوم ويبذل مجهود زيادة على المخ من ناحية حفظ ومذاكرة وكذا. أيوة. هذه يعني غالبا تكون قنبلة منتظرة انها تحدث. فأهم حاجة عندنا هي النوم. المحفز اللي بعد كده هو الضغط النفسي. الضغط النفسي برضو يعني طبعا صعب نقول للناس بعد عن الضغط النفسي وهاجر روح كوكب لحالك. يعني الضغط النفسي جزء من الحياة، بس مهم انه الواحد لما يكون في ضغط نفسي، يعني زي مثلا انا دائما اتكلم عن المرضى، لا سمح الله لو في احد مريض، لو لا سمح الله في احد توفى، في عزاء، في شيء، مهم اننا على الاقل على هذا الضغط نفسي شديد، لكن مهم نحرص اننا ناخذ كفايتنا من النوم، ونحرص ان احنا ناخذ علاجنا. يعني بدل ما تكون العائله عندها مشكله واحده، ما نبغى يصير عندها مشكلتين، واحد ثاني كمان يتشنج ويخش عنايه وكذا. لانه كثير ناس تعرف مع حاجات زي كذا يبدا ينشغل، ما ينسى نفسه، ما ينام، ما ياخذ علاجات وما ياخذ كذا. فهذه لا سمح الله قد تؤدي الى مشكله. فالضغط النفسي وان كان حاصل، هذا ادعى انه احنا نعمل حسابنا في العوامل الثانيه. باقي الأشياء مفعولة نسبيا أقل، زي الأكل والشرب وهذه الأمور. القهوة والشاي دكتور ممكن تكون؟ القهوة والشاي لا، ما هي محفزة. فالتحفيز الأكبر قلة النوم والضغط النفسي. عالميا فضل الله ما هو موجود هنا، اللي هو الكحول والمواد الثانية قد برضو تعتبر محفزة في بعض أنواع الصرع، ولكن بفضل الله الأمور كويسة.